بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الأعظم، نبتدي حلقة جديدة من برنامج بيتي وبيتي. تابعونا ببيتكم وبيتكم هو برنامج بيتي وبيتي أنا هو سكوب. كل يوم دشينا الاستديو كذي دفحنا الهواء البارد والأجواء فعلا باردة مثل ما انتم شايفين على الشاشة أمامكم. إنه اليوم راح يكون ويانا الأستاذ عادل عيسى اليحيى، لأنه سوينا شفت وتبديل ما بين حلقة أستاذ عادل وما بين حلقة المستشفى. إن شاء الله يمكن راح يكون معنا باكر الدكتور، فبإذن الله تابعونا باكر. وخلكم اليوم مع أستاذ عادل عيسى اليحيى. قبل أن نطلع الفاصل خلونا نقول لكم موضوع حلقة اليوم. في إيميلات وايد صراحة، بكثر كمية الإيميلات ما قدرت أقراها وما خل نطلع الجريب فروت يزود الجسم.